الله الرحمن الرحيم. الاسم الدبدوبي عبد الفتاح، رقم الهاتف 0641 90 38 75. الموضوع نداء واستعطاف وصرخة موجهة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والسيد معالي الوزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد. الموضوع هو أنني شاب مغربي من مدينة المحمدية، يعني كنت محظوظ أنني استطعت في الظروف اللي مر منها دابا البلاد في أزمة الشغل، يعني التشغيل، يعني استطعت نحصل على واحد العمل اللي هو عمل مهم بأجر مهم، يعني هادو شواهد الأجر، يعني كنت كنخدم حتى 6000 7000 درهم، كنتوفر على السكن عبارة عن شقة كنستعمل على سبيل الرهن بمبلغ 50000 درهم، متزوج وعندي بنية. المشكل هو نهار 28 شهر 5 2005 تعرضت الشقة ديالي لعملية السطو، وتم السطو على مبلغ مالي القدر ديالو 76000 درهم، اللي كيمثل المبيعات ديال الشركة اللي أنا كنخدم فيها. فالتجأت للسلطات الأمنية وحررت شكاية بتاريخ 29/5/2005. المشكل اللي عندي أنا، المشكل اللي عندي هو يعني كانت تدخلات، كان تطاول على الملف ديالي لدرجة كيف ما كيقولوا هما كبيت الماء على كرشي، يعني يمشي لي العمل ديالي، تمشي لي الشقة ديالي، نتشرد أنا وولادي. علاش في سبيل هذا؟ ماشي اتهام، وكنتحمل المسؤولية ديالي، وهادشي علاش غادي نجي وغادي نشرح من بعد. أنا باش كنطالب، أنا كنطالب بإعادة فتح تحقيق، لأن عندي مستجدات، رغم أن الملف في تاريخ 28/5/2005 يعني تاريخ عملية السرقة، يعني الملف اللي في الضابطة، اللي البحث اللي تقامت به الضابطة القضائية، يعني حاولوا أنهم هذا الملف هذا يكون خاوي. وبالفعل يعني قبل التقديم الناس أنا المشتكى بهم كيبلغوني بأن الدعوة ديالك مآلها الحفظ، وبالفعل بالفعل كان مآلها الحفظ، يعني النتيجة كنعرفها أنا قبل ما ندوز النيابة العامة. أنا ما كنتهم حتى شي حد، أنا اللي كنطالب دابا كنطالب برد الاعتبار. رد الاعتبار هو إعادة فتح تحقيق. أنا عندي ما نقول، لأن اللي صعيب هو تشرد أسرة. علاش؟ اللي بغيت نقول دابا، وأنني سمحت في كل شيء. هاي الشقة، هذا الاعتراف بيدين باش كنت واخد الشقة، هذا الاعتراف بالتوصيل والتزام بالإفراغ باش فرغت الشقة. تاريخ باش فرغت الشقة هو باش مكنت الشركة من مبلغ 50000 درهم في الوقت اللي مبلغ 76000 درهم هو اللي تم السطو ديالو. أنا خلصت 50000 درهم، خلصتها من البرطمة ديالي، يعني وليت في الشارع. كتبقى الشركة كتسال 27000 درهم إلى يومنا هذا. المستجد اللي عندي هو الناس العمال أصدقاء في الشركة، هما أنهم جمعوا هذا المبلغ ومكنوه الناس ديال الشركة باش أنا ما تعرضش لشي متابعة. يعني اللي بغيت نقول، اللي بغيت نقول أنا ضعت في كل شيء، ما بقى عندي والو. يعني حتى داك المبلغ 50000 درهم باش كتراه البرطمة، بحكم أنني يتيم، يعني يتيم الوالدين، خديت الحق ديالي من الإرث، من عند الإخوة ديالي، هو باش عندك بارطما. يعني أنا دابا ما عنديش حقي في نسكن مع أخوتي، ما عنديش بارطما ديالي، ما عنديش خدمتي، زائد مشرد أنا وولادي. اللهم إنا هذا منكر، اللهم إنا هذا منكر.
احنا معروف هذا الشيء عندنا، احنا معروف العدالة ديالنا، ما كان استثناء، قيل الاستثناء، هذا ماشي اتهام، هذا ماشي اتهام، ماشي كل الناس كيعرفوه، ولكن اللهم إن منكر، اللهم إن هذا منكر. كنطالب إعادة فحص التحقيق، كنطالب سعادة الوزير يعطي التعليمات ديالو، ولكن تحمل المسؤولية، وحتى لا خرج هذا التحقيق هذا خرج يعني بدون نتيجة فأنا قابل، ولكن عندي شرط، الشرط اللي عندي هو التحقيق ما يكونش في مدينة المحمدية، ما يكونش مدينة المحمدية. أنا كنقولها لأن ما يمكنش أنا كمواطن في الظروف كنتصارع مع واحد السيد عنده المراير، ما يمكنش. يعني أنا ما كنطالب دابا بإعادة فتح التحقيق، عندي مستجدات ممكن نقدمها وشكرا.